السلام عليكم. يوم الخميس في مدينة دبي، حوالي الساعة 6:00 كم دقيقة. هذه الجبهة المائية بقرب برج خليفة، باك سايد اوف اوتيل دو بالاس. هذا غرف فندق دو بالاس في الظهر ديالو. حنا غندوزو دابا الامام قدامو. كما كتلاحظوا هذا الماء ممتد من نافورة دبي، كما كتشوفوا بالابراج تبعين شركة اعمار. كذلك هذا برج خليفة بالطبع، كنقربوه بالزوم. غادي نطلعو دابا منطقة الى سوق البحار، كذلك دو بالاس اوتيل. سوق البحار هذا هو التاجر دبي مركزات مهمة. سوق البحار فندق دو بالاس، الدرج، كذلك المنطقة كلها مرقة بالكاميرات، ما كاينش مجال ديال الشك او اخطاء شي حاجة. هنا الحدود ديال الفندق كما كتلاحظوا. هنا ندير لكم واحد المنظر اخر من هنا. هنا ديك المنطقة ديال برج بلازا، هنا المكاتب، هادو مكاتب مش الفندق. هذا الاوتيل دو ادريس حنا غيبان مدام غنطلعو الدروج، نحاولو ما امكن نطلعو في الدروج مع غادي في الطريق ديالي للقاعة الرياضية. قبل بداية حرق الدهون كانت هاد الدروج شوية كتلهت فيهم، كنحسو بالتعب. دابا الحمد لله بدون تعب. عادي، هانتوما من خلال نبرة الصوت كاين عادي. هانتوما تبارك الله شحال ديال الدروج. احنا فجأة كنلقاو هنايا يعني المدخل ديال الاوتيل دو بالاس. هادو السيارات ديال الاجرة، الناس الزوار يوم الخميس ليلة الاسبوع. هادو حافلة السياح اللي كيدخل دبي مول عن طريق سوق البحار. منطقة رائعة، نحاول نشد واحد بلاصة أو واحد الصورة قريبة. هذه حديقة مائية، المدخل ديال فندق دو بالاس كما كتلاحظوا. أي فيديو كتلقاه مقرون مع دبي مول او برج خليفة في دبي. ما شاء الله ميني ميني كاميرا. هذا المدخل ديال فندق القصر دو بالاس اوتيل. سيارات ليموزين، هنايا النافورة. دائما برج خليفة منظر جميل جدا. كنصح جميع المغاربة والعرب والاصدقاء وجميع السياح يجيو يزوروا هاد البلاصة. من هنا المدخل ديال سوق البحر، نافورة بسيطة جدا وجميلة في نفس الوقت. انا غنلاحظوا في المدخل توافد عدد كبير من السياح في نفس اللحظة هذه، والناس كلشي كيصور وكلشي مرتاح. مقهى هنايا شكسبير، السياح هنايا مرتاحين. حنا في نفس الوقت جينا مع الموسيقى نتاع النافورة العرض، غادي نمشيو نصورو. معروضين في هاد اللحظة هادي. هنا كذا اوتيل وكذا مطعم. Субтитры
السياح. هذه هي المطاعم. لحد الآن راهم مازال مجاور الزبائن، ولكن راهم بعد صلاة العشاء. هذا مثل كذا تحت البحر. راه ندير فيديو بوحدو. أبراج منطقة الداون تاون، فنادق ما شاء الله. هذا يكون مطعم أبراج كفي على الفندق. أشكركم لمتابعة الفيديو. التقاط يوم الخميس ليلة الجمعة في دبي، وذلك يواكب نهاية بداية الأسبوع. اليوم كنا جمعة هذا الوقتين. هذا يكون فيديو آخر قريب في المقبرة. إذا أردت بوش خليفة زيارة دبي، ولا كذلك معهم فرحانين دائما. ما شاء الله الحضارة، أجواء جميلة جدا، أعلام فنية، مقاهي، كاين لاروستيريا، كاين شكسبير. هذه المدخل ديال سوق البحر اللي في نفس الوقت كندخلوا منه القاعة الرياضية. السوق انتم سيدي الدليل ان الجيمنازيوم يعني كنترينو قرب برج خليفه. وكنشكر الجميع اللي عاش هذا الفيديو، وكنتمنى انكم سوق البحار ساعة العمل السبت الخميس من 10 صباحا ل 10 مساء. وهذا المدخل ديال سوق البحار. الحمد لله جينا مع أداء المغرب، يعني محظوظين باش نصلي في المسجد الجامعة قبل ما نبداو التمارين الرياضية، لأن يعني أي حاجة ما كتجيش قدام الصلاة. محل بيت القندورة الحمد لله مع لاحظ كبير أن شكرا. نلقانا إن شاء الله في الفيديو القادم. أشكركم كلكم للمتابعة. كان معكم محمد عماد من سوق البحار من دبي. ستاربكس كوفي هذا اللي نزلت. نمشيو للمسجد.